يا يارا يا نادين يارا، ما شفتوش الشنطة؟ ما شفتوش الشنطة، الشنطة السوداء الكبيرة دي؟ بعشوش، انتوا ساكتين ليه؟ الهاتف الذي تلقاه غيره متاح الان. اهلا يا مولانا، هو في افطار وحدة وطنية؟ انا اسف لو وجودي المفاجئ افزعك، لكن تونا عندها مشكلة كبيرة جدا. مشكلة ايه؟ شنطة الفلوس اختفت. اختفت؟ اختفت ازاي؟ ومين سرق؟ شو كان بالشنطة يا ست تونا؟ هو يعني حضرتك متأكدة انك دورتي كويس؟ دوري هنا ولا هنا يمكن تلاقيهم. انا ممكن يتقطع عيشي فيها. طولي بالك ست تونا، احكي لي لشوف شو كان في بالشنطة؟ الشنطة فكان فيها أوراق مهمة، سلسلة ذهب، كان في فلوس، واحد صاحبتي كانت شايلة معايا فلوس. طيب خلاص نتصل بالبوليس. لا لا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مش عارفة أعمل إيه. بصوا أنا قدامي حل واحد بس، إن أنا أعمل لهم اللي هم عايزينه وخلاص، اللي يحصل يحصل. أنا مش هستحمل لو ولعوا في البيت ولا بنات حصل لهم حاجة. ما تقولوا حاجة يا جماعة، انتوا ساكتين ليه؟ اهدي بس، اهدي ومن غير ذعر يا تونا، عشان خاطر البنات. هل في أي دليل على كسر الباب أو تفتيش في البيت؟ الباب زي ما هو أهو، والبيت مفيهوش حاجة. خلاص، يبقى اللي داخل ده عارف في إيه جوه البيت، وعارف داخل ياخد إيه. أه، وعارف كمان مكان الشنطة. وما دام مفيش أي أثر للكسر، يبقى مش هتخرج عن تلاتة، يا أنا يا الشيخ يحيى يا الشيخ ريحان. أنت بتقولي إيه يا ميسون؟ والله كلامها منطقي جدا، لأنه فعلا محدش عارف غيرنا إحنا التلاتة بموضوع الرشوة والفلوس. لا، والعصابة كمان. طب مش ممكن تكون العصابة هي اللي سرقت الفلوس؟ كويس، العصابة عرفت تفتح الباب إزاي؟